المتجاوز ينذر أول مرة لمدة 7 أيام، والإنذار الثاني 7 أيام، إنذار نهائي. إنذار الثالث 21 يوم لازم نشيل التجاوز. في حالة عدم رفع التجاوز وصارت عندنا كل هواية، تعرضنا إلى الضرب، تعرضنا إلى يعني عندي مسؤول تجاوزات في قبل 4 أشهر 5، هذا اللي ضربوه، هذا اللي انفشخ وضربوه اللي صارت وسع الإعلام. هو طبعا متجاوز على بيت بأرض الدولة، ده يبني أساس جديد ومخلينا اضطر إلى أنه يطلع عليه النسوان أمهات البيت في الخطين. أيوة مع الأسف يعني ثقافة ماكو، الناس ما عندها وعي. وين وصلت القضية؟ القضية وصلت أنه تنازل، صار تنازل عنهم، بس هو الولد ذاك شال ما كمل التجاوز مالته. لأن الله يساعد أهم الموظف. إحنا البلدي من أضعف الحلقات هسه، رغم أنه القانون وياها قوي، لكن نعاني كلش، نعاني من الضغوطات اللي موجودة علينا خصوصا بالتجاوزات. يعني أنت اليوم تفلش لك بيت، مو بس القانون يصير ضدك، العشائر بالإضافة إلى تدخلات من بعض الجهات السياسية وغيرها وغيرها، فده نعاني معاناة كلش شديدة بهذا الموضوع.